تراهم على الطرقات يقفون تحت عمودية الشمس في عطلتهم الصيفية ليبيعون العلكة والكعكة وأشياء أخرى. أطفال صغار دفعتهم الحاجة إلى المثول في مثل هذا الوضع، يعيشون حالة أخرى من الحرمان، يضيعون أوقات طفولتهم التي من المفترض أن يلعبون ويلهون بها كباقي الأطفال. صنف آخر من الأطفال يقوم أهاليهم في العطلة الصيفية بالبحث عن عمل لأبنائهم يناسب عمرهم ليساعدوهم على تحمل المسؤولية وتعلم صنعة منذ الصغر، علها تنفعهم في يوم نرى فيه العاطلين عن العمل أكثر من العاملين. أحب أن أشتري لعبتي وحاجاتي من عرق جبيني. نوع آخر من الأطفال الذين يحبون أن يمتلكون كل شيء من تلقاء نفسهم دون الاعتماد على أهاليهم، فهم يحبون تحمل المسؤولية منذ الصغر. هناك جزء آخر منهم يقومون بالذهاب للعمل ليلبون جزءا من طموحاتهم، فهم يذهبون منذ الصغر ليتدربون ويعملون في المهن التي يحبون أن يمارسوها حينما يكبروا ليكونوا ذوي خبرة ومبدعين في عملهم. أطفال يعملون بكراجات للسيارات، مهن خطيرة تحتاج إلى المزيد من الدقة والمسؤولية. هل يعقل أن يتواجد ابن 11 سنة في كراج للسيارات؟ أو في مهنة الحدادة أو النجارة والعديد من المهن الأخرى التي تعرض حياتهم للخطر؟ هناك أسئلة تطرح نفسها: ما هي الأعمال المقبولة التي يستطيع الأطفال العمل بها؟ وما هي الأعمال الممنوع العمل بها؟ وفي أي عمر يمكن للطفل أن يخرج لسوق العمل؟ وما هو رأي القانون في عمل الأطفال في سن مبكرة؟ لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع انتقلوا معنا إلى استوديو برنامج علي صوتك.